ثقة في شيء ما. ما هذا؟ سأنبش التراب وأراه. إنه قدر نحاسي قديم. ما هذا؟ هناك نقوش وكتابات عليه. كل إزار إعصار. ما هذه الكلمة؟ إنها غير واضحة. هاي سكري، مرحبا. كل إناء بماذا؟ ما هذا الكلام الغريب؟ سكري، مرحبا. من؟ تمور؟ هذا أنت يا تمور؟ كاد قلبي يتوقف من الخوف. ناديتك كثيرا لكنك لم تسمعني. لم أقصد إخافتك. حسنا، لا بأس. ما الذي يشغلك يا سكري؟ وجدت هذا القدر القديم في حديقة منزلي، وكنت أحاول قراءة العبارة المنقوشة عليه. دعني أساعدك إذن. كل إناء بما فيه ينضح. كل إناء بما فيه ينضح. ماذا ستفعل به يا سكري؟ سأنظفه وأطبخ فيه الطعام الشهي. أجل، إنه قدر كبير وسيتسع لكمية كبيرة، وسآكلها كلها بمفردي. بمفردك؟ ألست من ساعدك في قراءة الجملة؟ وما حاجتي إلى تلك العبارة؟ المهم أن أطبخ كمية كبيرة وألتهمها. يا له من طماع، يريد أن يأكل كل الطعام بمفرده. كيف أستطيع تذوق الطعام الذي يحضره سكري؟ لا شك في أنه سيطبخ كمية كبيرة من الطعام وسيكون مذاقها شهياً. ذلك الطماع، لا يريد أن يشاركه أحد في طعامه. حسناً، وجدت الحل. ما أشهى رائحة الطعام، نضج الآن، سأتذوقه. ما أزكى هذه الرائحة، عصافير معدتي تزقزق ولم أعد أحتمل عدم تذوقها. سأسكب المزيد، فهذا الطعام اللذيذ لا يقاوم. أين القدر؟ أين اختفى؟ قدري، طعامي. هذه قطرات من الطعام وهذه قطرات أخرى على النافذة. حسناً، فهمت. لا شك أن هناك من سرق القدر. سأتتبع الأثر. ما ألذ، إنه أطيب طعام آكله في حياتي كلها. عرفت الآن من الذي سرق القدر. حسناً يا تمور، سأريك أمام الجميع كيف تأخذ أشياء غيرك من دون استئذان. سأخبر جدي عجوة وأقبض عليك معه متلبساً. هذا ما حدث يا جدي. ليتك شاركته بعض الطعام من البداية يا سكري، ولم تطمع في أن تأكله بمفردك. لكنه طماع أيضاً يا جدي، فقد أخذ القدر لنفسه فقط. أنا لا أسوغ له تصرفه يا سكري، فكلاكما كان طماعاً، إنما أضع النقاط على الحروف فقط. سنذهب إلى منزل تمور. هل نستطيع الذهاب معكما؟ هل تسمح لنا يا جدي؟ لا بأس، تعاليا معنا، ربما نحتاج إليكما. لا أصدق عيني، هذا طعامي، إنه ينبع من منزل تمور. إن الطعام يغطي المكان كله. ولكن أين تمور؟ لا شك أنه غرق في بحر الطعام هذا. لا، هذا مستحيل. مسكين يا تمور، مسكين حقاً. لا تستعجلوا الحكم يا أبنائي، إنه هناك. أنا هنا. هاي، ساعدوني، أنا محاصر. الحمد لله، إنه على قيد الحياة. لابد أن ننقذه، دعونا نتعاون. سكري، اذهب أنت إلى منزلي وأحضر قارورة السائل الأخضر، ستجدها على الرف بين القوارير في الصالة. وما تلك القارورة يا جدي؟ إنه اختراع جديد يعمل على إزالة الشيء الذي يسكب فوقه. نعم، سأفعل. كن حذراً يا سكري، فالأمر خطير ولا مجال للخطأ فيه. اعتمد علي يا جدي. وكيف سننزل تمور من هناك؟ لن ننزله، لديه مهمة يقوم بها. أخيراً، ها هي ذي.
سيملأ هذا الطعام مملكة التمور إن لم نوقفه. إنه يزداد بسرعة كبيرة. لقد تأخر سكري يا جدي. لا تقلقا، سيكون كل شيء على ما يرام بإذن الله. هل أحضرت القارورة المطلوبة يا سكري؟ بكل تأكيد. حان دور عضلاتك يا خلاص. وأنا مستعد يا جدي. سددها نحو تمور وهو سيتكفل بالباقي. تمور، عليك الإمساك بالقارورة وسكب السائل على الطعام كي يختفي من ناحية الباب. حسناً، فهمت. عليكما أن تكون حذرين، فالأمر شديد الخطورة. هاي، نجحت المهمة. لقد اختفى الطعام يا جدي. عظيم، أخيراً تخلصنا من الطعام. الحمد لله على سلامة مملكة التمور. أرجو أن تكونا تعلمتما أن الطمع ضر ما نفع.